بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء أجمعين. بمناسبة الذكرى اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر مالي سنة، أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات لطاقم الأسرة التربوية عبر كافة المستوى الوطني وبالأخص ولاية عين تيبوشت. إذن الأسرة الإعلامية قدمت الكثير والكثير، أتمنى لهم المزيد من تطوير وتنوير الرأي العام. إذن قدمت الكثير طيلة الثورة التحريرية، كانت جريدة المقاومة التي تأسست في 22 أكتوبر 1955، وبعدها جريدة المجاهد 1956، وبعدها أيضا كانت إذاعة الثورة التي أعطت الكثير، وتم تقديم منشورات وتوزيعات عبر كافة الإذاعة، ثم تم تعزيز هذه الإذاعة عبر 15 دولة عربية وإسلامية، ومن أجل معرفة الثورة الاستعمارية. إذن في هذه الألفية الأخيرة تم تطوير التكنولوجيا وتم تطوير هذه الأسرة هذا الإعلام. إن شاء الله نتمنى التوفيق والمزيد من الازدهار والتوفيق والتألق، ولكن يجب حاجة، لا يجب تطبيق أساسيات العمل وهي التضحية وال حبس دقيقة.